تدريب المهني الآن هي عليها عبء كبير في إعداد قوة عاملة مدربة تتلائم مع حاجة سوق العمل المحلي. وهدف المؤسسة الآن مش الموظف يخرج مشان التوظيف، من جانب مشان فرص عمل متوفرة في السوق الآن. والآن بلشنا احنا حسب توجيهات عطوفة المدير العام انه ندرب من اجل التعليم او من اجل التوظيف.